الجمعيه ديالكم تخلت اليوم الذكرى الاربعينيه للفقيد عثمان بن عليله، يعني كيفاش تحتفلوا بهذه الذكرى الاربعينيه ديال الفقيد؟ أمينة نقيري رئيسة الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة فرع الدار البيضاء الكبرى. اليوم هي ذكرى الأربعينية للراحل الأستاذ والمفكر المغربي عثمان بن عليلة. اليوم سيكون لقاء تتخلله ندوة بعنوان الفكر الفلسفي والتحولات المجتمعية، وأيضا ستكون هناك مجموعة من الشهادات في حق الفقيد. اذا طريقه التخليد ديال الذكرى ديالو غتكون على جوج ديال المراحل، اولا الندوه اللي غادي يقدمها كل من الدكتور رشيد العلوي والاستاذ كمال بن الحسن، ثم بعد ذلك غادي نمشيو لمجموعه من الشهادات الاصدقاء ديالو، الناس اللي كانوا التلاميذ ديالو ايضا اللي كانوا كيدرسوا عنده، ومجموعه من الاصدقاء اللي عاشوا معاه وعايشوا معاه المراحل ديالو كامله. البعض يقول بان الاهتمام بالفلسفه والفكر الفلسفي يعني هو الحاجه المليحه بالنسبه الان المغرب، واش تتفقي مع هذا الراي؟ بالفعل الان المرحله التي يشهدها المغرب اللي هي مرحله انتقاليه على المستوى الاقتصادي، المستوى الاجتماعي، المستوى السياسي، المغرب الان دخل في مجموعه من الاوراش التي تحتاج الى الفكر الفلسفي والتفكير الفلسفي المعقلا الذي سيؤطر كل هذه العمليه الى بغينا نوصلوا للمرحله ديال التنميه ونخرجوا من المرحله ديال السير في طريق النمو. استاذ بن الحسن، كلمه في حق الفقيد عثمان بن عليله بعد مناسبه تاع الذكرى الاربعينيه للوفاه ديالو. هذه مناسبه ديال التابين ديال الاستاذ عثمان بن عليله اللي كتنظمها الجمعيه المغربيه لمدرسي الفلسفه. هذا وقفه لتكريم واحد الاستاذ من تاريخ تدريس الفلسفه، استاذ متميز، استاذ اللي اعطى كثير للدرس الفلسفي، استاذ اللي كان بالنسبه له الدرس ليس مجرد درس داخل الحصه، هو حياه. الفلسفه هي حياه، عاش الفلسفه، عاشها بتساؤلاتها، عاشها بالنقد ديالها، عاشها بالشغب ديالها، عاشها بالحب ديالها، وكان ضروري اخلاقيا انه تكون وقفه ويوم لتكريم هذا الصديق العزيز. والحضور يشهد على القيمه ديال عثمان بن عليله بالنسبه لزملائه، بالنسبه للطلبه ديالو، لان هنا كاينين طلبه ديال عثمان، كاينين اصدقاء عثمان. اذا هذه وقفه احترام وتقدير لهذا الشخص هذا والتاريخ الممارسه ديالو. بمناسبه الاحتفاء بالذكرى الاربعينيه تطرح او سند السؤال تاع الفلسفي، واش باقي العالم محتاج الى الفلسفه في ظل الثوره الرقميه، في ظل الثوره التكنولوجيه اللي كاين في العالم؟ احنا اولا بالنسبه للجمعيه وبالنسبه للتقليد اللي عندنا، هو انه التابين ليس هو فقط مجرد لحظه للتحسر للالم، هو تيكون ايضا لحظه للتفكير، لحظه للتفكير، بمعنى انه دائما ملي كيكون تابين كيف ما اليوم كاين شهادات في حق المرحوم، وفي نفس الوقت كاينه ندوه اللي غتكون اليوم تحت عنوان الفلسفة والتحولات الاجتماعية أو التحولات المجتمعية. بمعنى هذا كنأكدوا به الحقيقة اللي واضحة، أنه الفلسفة دائما هناك مكانتها في المجتمع، هناك ضرورتها في المجتمع، بقدر ما كتحصل تطورات وتحولات وتغييرات في البنيات المجتمعية، بقدر ما كتكون الفلسفة ضرورية لمواكبة وللدفع بهذه التحولات ولإعطاء رؤية واضحة، رؤية للمستقبل، للأفق، وهو شيء اليوم باقي محتاجين ليه، ومحتاجين ليه أكثر ربما من